حضرتك مع ولا ضد عماله الاطفال؟ لا، ضد عماله الاطفال. بص حضرتك، انا ضد عماله الاطفال، لان مع احترام لحضرتك الطفل ليه مراحل معينه للعمل. اذا كان مثلا في مرحله بعد سن ال 18 ممكن يشتغل. ضد عماله الاطفال. ضد عماله الاطفال، لان بتخلي الطفل مش متوازن نفسيا، ما بيعيش طفولته، فبيطلع مش سوي لما بيكبر. لا انا ضد طبعا عماله الاطفال. ازاي يعني؟ اطفال المفروض ان هم يلعبوا ويعيشوا سنهم ويفرحوا ويتنططوا زيهم زي اي حد ما بيشتغلش. لكن لا، انا مش مع الفكره دي خالص. لا انا مش مع عماله الاطفال خالص، انا ضد عماله الاطفال. والله عن طريق ان الواحد يشوف مثلا الطفل ده ايه المهارات اللي عنده مثلا، والواحد يبتدي ينميها. الدنيا دلوقتي ما بقتش زي الاول، يعني كمبيوتر وتليفونات، حاجات كتيرة بتعلم الأطفال. يعني هو أنا المفروض أديله الأدوات دي اللي يشتغل بيها، أو إن هو مثلا يبقى قدامه حاجة هو يعني مستمتع بيها. مثلا بنتي أنا دلوقتي مثلا بتمسك الآلة بتقعد ترسم، فأنا ليه دلوقتي ما أديهاش الأدوات بتاعة الرسم دي تفضل موجودة عندها في البيت، بعد كده تخش يعني تبقى تبع مدرسة فنية أو حاجة زي كده. في أماكن معينة للحرف اليدوية وبيطلعوا معهم شهادة معتمدة من المكان ده، ويبدأوا يتخرجوا على إنه في إيده صنعة نظيفة، شيء قيم، شيء يحترم في البلد. لازم نوديه مراكز بتعلمه إزاي يبقى عنده حرفة، لو بيحب الكمبيوتر، بيحب الرسم، بيحب يعني بننمي مهاراته في الأماكن المخصصة لده. نحاول إن احنا نقعد معاه نشوف هو ايه اللي هو حابب يعمله، او ناخد بالنا من المهارات اللي جواه اصلا، وبعد كده نبدا ان احنا نحاول نشتغل عليه عشان ننميها له باي شكل بقى. هو كانت ايه المهاره اللي جواه؟ يعني مثلا لو بيحب الرسم ندور على اماكن لتعليم الرسم ونوديه، بيحب السباحه ندور على مثلا نادي نشترك له فيه سباحه ان هو يتعلم السباحه. نشوف هو ميال لايه او قادر على ايه. مثلا لو عنده قدره على تنميه مهاراته في الموسيقى بنمي مهارات الموسيقى عنده. انا بلاحظ مهاراته في الرياضه، في لعب الكوره، في اي نوع من انواع الرياضه او الرياضات، فبحاول انمي المهاره دي عنده على قدر المستطاع.